لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم احبابنا اللي يحبونا ويحبوا الحسون القسنطيني الاصيل داخل البلاد وخارج البلاد. معكم اخوكم مراد في الاعاده ان شاء الله في ماكينه افاده. كاينين لي زامي يعيطوا لي يكتبوا لي خويا مراد جديد 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 توحشناك وين هو جديد وانا وعدتكم ومن هذا وفاء هاو قدامكم هذا هاجين ميلي تاع الصوره من النوع الرافع. خاوتي ما تنساوش كثروا لنا من الله يبارك ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله والعين الحق. وانا كيما عودتكم يعودوا بالله من كلمه هنا كنصور لكم نصور لكم كلش بالدليل بالصوت والصوره هكذا باش تديو المعلومه صحيحه. ما تنساوش تبعوا لا فيديو من البدايه للنهايه. واني الفيديو هذا راح نقسمه الفيديو الاول هذا نديرو الجزء الاول نعطيكم كي كوبلي وتولد والجزء الثاني نعطيكم الريزلت. حبيت ندير الفيديو هذا نديروه مع بعضنا هكذا انا ما نقدرش نهضر لكم نقول لكم ما تصلح الحاجه هذه بدون دليل هكذا. وهذا الميلي تاع 2019 ربي ان شاء الله دركم ندخلو مع لاف مال. ما تنساوش خاوتي كيما قلت لكم تبعوا الفيديو باش تعرفوا حوايج اللي ما تعرفهم تقدروا تعرفهم. بسم الله نحلولو هاو دخل هاو ندعي كوبلي فيها الله يبارك ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله. كيما قلت لكم كثروا نتوما عليكم بالدعاء وحنا عندنا بالجديد والحمد لله. حاجه اللي حبيت نقولها لكم ان شاء الله ما نكونش من الذين يقولون ما لا يفعلون. وعدتكم وقلت لكم كاينين دي كروازمون شي رهيب وهذا بكل توفيق من الله. نبداو دركا نقدر نعطي لكم الهاجين اللي قاعد نكوبري فيه هذا تاع الصوره. انا عندي عليه معلومه من بكري بس حبيت ندير لكم الفيديو هذا هكذا باش تعودوا عندكم معلومه صحيحه. كاينه حاجه برك نوصيكم لي زامي اللي تبعوا القناه تاع اخوكم مراد كي تبع الفيديو كملوا لما تقوليش اني ما فهمتش هكذا. وكي تهزوا معلومه سواء من عندي ولا من عند اي انسان لازم يدير لك الفيديو كيما قاعد نعسك انايا. كاينين بزاف يقول لي خويا مراد كاينين الناس واحد يقولنا ما يصلحش تاع الصوره واحد يقولنا يصلح واحد يقولنا تاع النينو ما يصلحش واحد يقولنا يصلح واحد يقولنا تاع البارد ما يصلحش. لا لا يا اخي خويا العزيز تحب تتبع خوك مراد نصحك الوجه لله كي تتبع واحد لازم تدخل يعطيك من البدايه للنهايه ينعطي لك الميلي وينعطي لك كيفاه يكوبلي ولا كان يولد ولا كان يصلح هكذا باش تدي مع كيما قاعد نعطي لكم هاو قدامكم هكذا باش تدي المعلومه. وكاينين بعض من الناس يعني ربي يهديهم يدخل يهز فيديوهات تاعي ومن بعد يروح يدخل في دي باج ما يعرفوش كاين يدخل في بلايص ما يعرفوش ويبدا يشرح يقول مثلا الميلي تاع الصوره ولا تاع الفردرو ويصلح. لا لا يا اخي لا لا يا اخي ما نقبلهاش. خويا العزيز هزيت فيديو تاعي صح تقدر توصل المعلومه صح باه تمشي باسمي وتقول لما انا المعلومه هذه نعرفها وانت ما تفرقش المال من الزماله وتعطي معلومه غلطه. لا لا يا اخي هكذا كي تهز اخويا مش عيب قول هذا لا فيديو هزيته من عند خونا مراد هاو نعسلكم لا فيديو ودخلوا تفرجوا هنا راك وصلت الرساله بلغت الرساله بصح باه تنسب هذيك حاجه ما تعرفهاش وتقول انا نعرفها. لا لا يا اخي خاوتي هاو قاعد يكوبلي فيها في العش وي والده هنا راهي حاضره. نكملوا الموضوع تاعنا كيما قلت لكم كي تدخلوا وتحبوا تديوا معلومه لازم تديها بالدليل. اي انسان يقدر يدخل يدير قناه ويبدا هذه ما تصلحش هذه تصلح يهز المعلومات من عند بعض من الناس. لا لا اللي يعود يحب صح يعاون الناس ويحب ينعس الناس نعس كيما قاعد نعس انا يا اخي. وما تهزوش الفيديوهات تاعي وتديوهم تدخلوا في دي جروب وحايد اخرين ما يعرفوكمش وتبداو تكذبوا على الناس. هذه من غشانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غشانا ليس منا. خويا مش عيب كي تحب تتعلم العيب كي ما تعرفش حاجه وتكذب وتقول انا نعرفها وتهز فيديوهات وتنسبها مليك هنا لا ما يحبها لا ربي لا العبد. على ما اظن هاكم فهمتوا وهذا ميساج بعض من الناس ما تفهمونيش غلط وحنا الحمد لله نذكروا الناس
كما قلت لكم الانسان اللي يحب يربي الشرط الاول لازم يكون متربي. وكاينه حاجه برك قبل ما نختمو خاوتي، كاينين بزاف يسقسوني على الامراض ويسقسوني كاينين حوايج بزاف. شوفوا راح ننصحكم لوجه الله، خاطر مش عادوا عندنا اطباء علماء يدخلوا يفتيوا بدون علم. هاو وين قاعد يكوب لي فوق يدي، الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله. قلت لكم يفتيوا بدون علم، يقول لك الدواء هذا كاينه رساله برك نوجهها لفيترينار. يا اخي انت مادام فيترينار دير قناه يا اخي ونعاونوك ونعتو الناس، ما تخليوش الناس مساكن قاعدين يسوفريو، كاينين الناس يكذبوا عليهم ويقولوا دير الدواء هذا ويقتلوا لهم في الزوا والشاحم هكذا. ونبربي ان شاء الله نبقاو هكذا حتى نحيو الظاهره هذه. بسم الله درك ندخلو ونجبدها في يدي وندورها كيما موالف، وهذه هي الحمد لله ربي وفقنا وعطانا موهبه وانا قسمت معاك من الموهبه. بسم الله بسم الله نجبدوها، وهذه موزايك كوبليتها مع السوره تاع موزمبيق مع السوره تاعنا مع الطاره مع كاينين دي كرواز موجدد. بصح بربي ان شاء الله ان شاء الله ما نكونوش من الذين يقولون ما لا يفعلون. مازال جديد خاوتي، ما تنساوش دعيوا لنا معاكم نتوما عليكم بالدعاء وانا عليا بالجديد. واللي ما يعرفش حاجه يعيط لي، وكيما نهزش عليكم تليفون ولا حاجه ما تقولوش مراد وتكبر، يعوذ بالله ما تكبر غير كيما قالها المثل غير الزباله. نقدر مانيش قاعد، هذه هي اللي عنده حاجه يكتب لي، لا ما 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 رضيش عليه او كاين تليفون ونقدر نهز عليك. المهم دعيونا معاكم كثروا بالدعاء، مازال جديدة او مازال جديد وما تفهمونيش غلطة كي قلت بعض من الناس يمدوا المعلومة، راني نهضر كاني مثل الحق. اللي يحب يمد ويحب النعت للناس لازم ينعتلهم بالدليل كيما قاعد النعت انايا. وقبل ما نختموها ان شاء الله نخليو بصمة جزائرية ونكتبو تاريخ بحروف من ذهب، ونخليو الاجيال تاعنا يدعيونا. بارطاجيو لا فيديو هذا في لي باج المضاف، وعد مني ام جايين فيديوهات بربي ان شاء الله كيما وعدتكم. اللي يحوس على الجديد هاو الجديد، وهذا ميدي تاع السوره الجزء الاول الجزء الثاني وجاي هكذا. تبعوا هذا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.